طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. في إطار مسلسل الاغتيالات والاعتداءات على الصحفيين العراقيين المتواصل، قال الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره لهذا العام 2020 بأن العراق احتل المرتبة الثالثة عالميا في معدل وفيات الصحفيين إلى جانب أفغانستان والهند ونيجيريا، حيث تم تسجيل 42 حالة قتل للصحفيين في هذه الدول إلى جانب اعتقال نحو 235 بتهم تتعلق بعملهم، حيث لا يوجد قانون في العراق لحماية الصحفيين لحمايتهم من عمليات الاعتداءات والاغتيالات والقتل والاعتقالات، حيث ما زال الصحفي والناشط والمتظاهر في العراق يتعرض لعمليات القتل والخطف والاعتقال والاعتداء. اليوم مثلا مساء هذا اليوم تحدث المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأن ميليشيات مسلحة قامت باغتيال الناشط صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة، وأشار المركز إلى أن عملية الاغتيال اغتيال الناشط صلاح العراقي تمت بعد حاجز الشرطة في المنطقة دون أن تتحرك القوات الأمنية لمنعها أو إلقاء القبض على الجنات. الناشط صلاح العراقي رحمه الله قد انتقد في وقت سابق صمت حكومة الكاظمي على الجرائم التي ترتكبها الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر في ساحة التظاهرات بالحبوب في الناصرية، وأكد بأن ثورة تشرين مستمرة. اليوم اغتالوا بخمس رصاصات قرب نقطة تفتيش للشرطة دون أن تحرك ساكنا. خلونا نشوف فيديو للراحل الشهيد العراقي الناشط سجله قبل أيام. بمنطقة بالحبوبي من القوات القمعية وجاي يعتقلون بالجملة، خلي الناس كلها يعرف ويشوف ثوار الحبوبي تقمع من قبل القوات القمعية الميليشياوية باتفاق الكاظمي الفاسد مع قوات الميليشيات حتى ينهون ثورة تشرين. نهيتوا الساحات بس ثورة تشرين تنتهي؟ لا، مستحيل تنتهي اللي بيها 850 شهيد، مستحيل. نعم، معنا اتصال محمد من هولندا. محمد، يعني عمليات الاعتقال والقتل والاغتيال بحق الناشطين وبحق الصحفيين في العراق مستمر، ووعود الكاظمي فقط إعلامية. وين الكاظمي وين حكومته عن هذه الاغتيالات اللي تتم بحق العراقيين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بك، حياك الله. مشاهدين جميعا أهلا وسهلا بك. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور القوم المؤمنين. عمر ما عندنا غير مقاومة، هذول ابو مارشلمية شبابنا يموتون يوميا ويوميا شمعة ورا شمعة تطفى واحنا نتفرج. الى متى يا اخي؟ الى متى عصابات ايران وخامنئي تقتل بعراقيين؟ الى متى العالم يتفرج؟ الى متى الوطن العربي يتفرج؟ كلهم متآمرين على العراق اخ عمر، من ضمنهم السعودية، كلهم متآمرين على الشعب العراقي. زين، فالى متى يعني العالم كله يتفرج وهذا الشباب بيموت على بيد عصابات ايران؟ اخي هذا الشيء، هذا هذول عندهم اجندات، هاي الميليشيات اجندات واسامي وصور كل ابطال تشرين. يعني بعد قام مو بس الشهيد صلاح العراقي الله يرحمه اللي ضحى من اجل العراق الطروحه، هو كان يعرف اخ عمر، هو كان يعرف راح يحتالوه، لكن تحداهم بعزيمته بوطنيته بحب العراق. احنا الكاظمي هو من جزء من الجريمه عمر.
القوات الأمنية كانت موجودة لما من اقتالوه. نعم. ومن يقتلون الناشطين، فهم الحكومة مشتركة بالجريمة. هم كلهم عملاء لإيران. وهدفهم دمار العراق. ما يصير القساكين الحمر والشعب كله يدمر والشباب يموت. شباب يعني بعمر الورود، حرام، هذا أكبر حرام. يعني أنا ناشط بيكون تدخل دولي. لازم يعني كل العالم مدى يشوف عمر، مدى يسمع. هسه ما شاء الله الانترنت موجود والفضائيات موجوده، فالعالم كله مشارك بهاي الجريمه. وما يعني 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 هل هناك ما زال من يشكك بان الحكومه على الاقل ممكن وصفها بانها متواطئه، مهمله هذا الملف؟ يعني ما معقوله اليوم انت عندك اكثر من 800 شهيد فقط في ثوره تشرين، عدا عمليات الاغتيالات اللي صارت ودصير وصارت اليوم بحق الشهيد صلاح، الناشط صلاح العراقي، ولا واحد لزموه. يعني هاي الشرطة والجيش والاستخبارات والأمن الوطني وغيرهم والمخابرات ما قدروا يلزمون واحد. يا حكومة، أخ عمر أقول لك الحقيقة، هو المالك قاعد يحكم، المالك قاعد يحكم، والمالك قدر يدفن هاي الأجندات مال إيران، يقتل الشباب ويستفهم. هذا حاطينا صورة، هذا حاطينا الكاظمي صورة لا حول ولا قوة إلا. وانت تعرف هذا الشيء الأمر. إيران قاعد تختلف الوجوه لكن الشعار واحد. أنا طالب عراقيين نقعدوا ببيوتهم يطرعون، ترى يجيكم السرى، ظلوا قاعدين ببيوتكم، السرى جايكم، الماء يطلع مو شريف ومو عراقي، وما عندنا حرقة للسلاح. ما طوع عليكم أخبار، أشكرك وتحية لقناتكم الشريفة. نعم، أنا أشكرك محمد من هولندا. معنا عبد الرحمن من بغداد وهو ناشط في ساحة التظاهر. أخي عبد الرحمن، اليوم استشهد زميلكم صلاح العراقي برصاصات الميليشيات، ويأتي ذلك بعد انتقادا مباشر لحكومة وصمت حكومة الكاظمي على هذه عمليات التي تطال الناشطين والمتظاهرين، إن كان في ساحة الحبوب في الناصرية أو في بغداد. كيف ترى هذه العمليات المستمرة، عمليات الاغتيال بحق الناشطين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الأحداث اللي تصير يومياً، اغتيالات والخطف والتعذيب، طبعاً هو مو بس صلاح يومياً، على فكرة بدي أوضح، يومياً قد 3-4 من الشباب والناشطين أصلاً ضمنهم ما معروفين يعني، تمام؟ اللي ينخطوا في اللي يتعذب يرجعوا واللي يشققون ظهره. هذا دليل كافي أمام الشعب العراقي كله، هذا دليل كافي أنه الكاظمي تواطى مع الميليشيات إيران، أنه الكاظمي العيد وصار هسه الآن باعتبار أنه هو رئيس وزراء، هو السلطة الرئيسية للفساد العراق، تمام؟ هو مشترك قتل الشباب. كان عندنا طبعا احنا كشباب ثورة تشرين كان عندنا أمل بي زين، واحنا كنا متفقين انه راح ندعمه اذا بس يسوي لنا خطوه زين حتى نتامل بها. بس للاسف بين انه هو وميليشيات ايران والاحزاب المتواجده بالعراق نفس الشيء زين. يعني هاي طبعا اليوم بالمناسبه اليوم الاربعينيه مال الشهيد عمر ابن البصره، واليوم السنه مال الثائر الطيب ناشط زين، وبنفس اليوم صادفت يعني الذكرى السنويه مال الثائر والاربعينيه مال عمر، واليوم استشهد بيها صلاح زين. نعم زين، وين القوات الامنيه؟ بس بنفسهم وين الدوله؟ وين الرتب اليوميه اللي نشوفها في السوشيال ميديا وتعرف الشوارع، من نطلع نشوف الازدحام واصل وين؟ والله منو تشوف فلان رتبه والله قاطع للشارع زين، وينكم من هاي الافعال اللي تصير يوميا؟ وين حرية الرأي؟ اليوم أنا بدي أنتقد فلان سياسي، اليوم أنا ما حد يقدر يمنعني، أنا عندي حرية الرأي، بدي أعبر، بدي أنتقد، زين أنا ما سافت، ما غلطت، إذا أغلط بالله وأسف، أوكي، في مجال، بس اليوم أنا بدي أنتقد، اليوم أنت لازم نمر قلت لا تحكي، لا تنتقد، لا تقول هذا فاسد، لا تدخل للساحة، حتى الساحة حرمونا من عندنا، زين؟ حتى الساحة حرمونا، زين احنا وين نريد نروح؟ زين نريد حرية، نريد نعبر عن اللي بداخلنا. عن الفساد اللي يصير زين، يوميا شاب مقتول، يوميا ناشط مقتول، ليش المفروض هذول الشباب اللي بتنقتل يوميا، هاي الطاقات الكبيره اللي عندنا، النشاط اللي عندهم، الثقافه، الوعي، ليش ما
ما نستفاد من عدها؟ ليش بدنا نقتلها؟ ليش بدنا نموت هاي الشباب؟ ليش ما نعطيهم حقوقهم؟ شنو الرايدين مثلا؟ شنو الرايدين؟ رايدين قصور؟ يا اخي ما رايدين قصور والله، زين وصلونا حتى رواتب مري، زين بس وصلونا الامان، نريد نحس احنا عايشين مثل البشر، احنا مو حيوانات حش السامع. زين نريد احنا اليوم عايشين مثل حالنا حال اي بشر، ليش؟ ليش هاي الشباب بدها تموت يوميا؟ زين احنا بهالحالة شنو؟ ليش تخلون الشعب بعدين يتمرد عليكم وتصير سلاح وتوصل لامور غير امور؟ زين نعم. هاي صار سنة وما يقارب سنة وثلاث اشهر واربع اشهر كله بالسلمية، زين رافعين العلم ويوميا مقتولين من عندنا ثلاثة أربعة، يوميا ثلاثة أربعة بقينا مستمرين بدنا نريد ناخذ حقنا بالسلمية، ليه يتوقعون انه الشباب كلها قسم بالله اللي عنده جرأة يوظف كبار البيكيت مالتهم مو القناص مالتهم، يوظف كبار الدخانية مالتهم وشايل علم، زين ليه يتوقعون انه ما يقدر يوقف بوجههم بسلاح؟ شنو فرقهم عن شنو فرقهم عن التنظيمات الإرهابية؟ هذه الميليشيات اللي تقتل. ماكو فرق، شنو الفرق يعني؟ نعم. وين الفرق بالموضوع؟ وين الفرق؟ مقتدى نفس داعش بعد انت. زين؟ داعش هم بيهم رحمة ترى، خلي الناس تسمع داعش هم بيه رحمة. زين؟ اليوم مقتدى من لابس عمامة ويصرح باسم الدين والدين 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 وهاي الشباب تتكتل، شنو سوى مقتدى من هذيك السنين لحد هاي اللحظة؟ أوفك المقتدى سوى قيس الخالد علي، هذا العامر سوى وغيره 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 وغيره، دول سووا شنو سووا؟ اللي يقتلون ترى بس الشعب، اريد شد انجاز اليوم، اريد اقعد يا شخص يقول لي اليوم سووا ايش انجاز؟ اللي يسووه يا ناس يا عالم بس يقتلون بالشعب، يذبحون بالشعب، يقتلون بهاي الشباب، لا طو فلوس الناس، لا راحوا على فاسد جلود التفاصيل، كل شيء ماكو، دول ترى دمعوا الناس بهاي الاسلوب ولابسين اعمال. زين اخي عبد الرحمن، اذا يعني انت وصفت ويعني اغلب الناس تقول لك انه القوات الامنيه والحكومه متواطئه ومتفقه مع هذه الميليشيات بتصفيه الناشطين وثوره تشرين، اذا سالنا السؤال وين دور المرجعيه على الاقل في انتقاد وشجب هذه العمليات؟ المرجعيه يعني مو بقوة انا ترى موقفها المرجعيه او سيب ثاني شخصين يقدر ترى كلمه واحده او حرف واحد هاي الاوضاع اللي تصير يوميا كلها ينهيها بلحظه واحده كلها ينهيها. زين فترى هو بينت النتيجه بعد اليوم احنا بنبعث هاي الشباب كلها من اصدقائنا كلهم ماتوا وهذا اللي يصير فينا يوميا وقلوبنا يوميا محترقه وما نقدر نتنفس، لا نعترف لا بمرجعيه بعد ولا نعترف لا بسيد معمم ولا نعترف بالدوله ولا باي شخص. زين لان كلها تكتب علينا، احنا يوميا بدنا نفقد اصدقائنا، يوميا بدنا نقتل نتعرض للخطر، بس احنا بيوتنا ما نقدر ندخلها على فكره. نعم. بيوتنا هذا نقدر ندخل، زين وين المرجعيه؟ زين خلينا نحكي بصوره عامه، احنا بعيدا عن طائفيه. نعم. لكن خلينا نحكي بهذا المصطلح. اغلب الشباب او 80 او 90% من الشباب اللي تم قتل ترى هم من الطائفه الشيعيه على فكره. تمام؟ اغلب الشباب اللي انقتلت هم من محافظات الجنوب، اغلبهم كانوا يتبعون المراجع، يتبعون السيستاني، تمام؟ زين وين المرجعيه اليوم من ولدها تتكتل؟ ما نقول ولد العراق، اليوم مرجعيه ولدها اللي يتبعوها يتكتلون، وينهم؟ وين المرجعيه؟ اللي نعم. المرجعيه اللي ذاك اليوم يتعارفون بنص الضريح من احنا رحنا ورفعنا صور الشهداء، زين؟ ومن طلعوا لنا الكربله لمواليد ايران ورفعوا وقالوا انتم مندسين وانتم قبل كم يوم خاف ما حد يدري احكي قدام الكل، زين؟ عندهم عركه بنص الضريح، زين؟ الوكيل مالتهم هذا اللي يوقعون على مره ندخل في هاي التفاصيل. المرجعيه ترى نفس الشيء، شلون الكاظم يسكت؟ هاي المرجعيه بقت شلون تضحك عنا يوميه طالعه بحشايه عليكم بالسلميه، يا اخي يا سلميه احنا تكتلنا مثنا اكثر من 900 شهيد، يا سلميه بعد شو تسوي؟ يوميه 210 20 وعليكم بالسلميه استمروا بالسلميه وراح تاخذون حقنا، يا اخي وين حقنا؟ بس احنا وين نتجه؟ لا المرجعيه براسها خير وتوقف ويانا، لاكو معمم شريف نروح له، لاكو دوله براسها خير ونظيفه نروح لها، وين نروح يا اخي؟ انتحر وين تطوي وشك بعد؟ اليوم الناشط المفروض الناس مو بس تحترمه، المفروض الناشط الناس تقدسه. زين يحكي عن حال الشعب يطلع يطلب الاصلاح، وين المرجعيه؟ وين سيد؟ وين فلان؟ يا معلم ناشيه. زين هاي ترى كلها كذوبات قسما بالله. ما في شريف، الشريف يطلع ويحكي يقول هذا خطا. زين فلا احد يظن انه المرجعيه هي اللي هاي اكو ناس مثلا حالها مخدوعه انه المرجعيه دعمت الشباب وهاي المعركه اقوى معركه داعش ما اعرف شنو، هاي ترى كلها مع احترامي لهذا المصطلح كلها سلاوات بعد ما تعبر عليها على هذا الدم اللي يوقع من عندنا. نعم هاي الشباب قسما بالله
نعم. أنا أشكرك أخي عبد الرحمن من بغداد كان معنا. نكرر مرة ثانية ما قاله الشهيد صلاح العراقي الناشط الذي تم اغتياله اليوم على يد الميليشيات في منطقة بغداد الجديدة. نشوف المقطع ونرجع لكم. بمنطقة بالحبوبي من القوات القمعية وجاي يعتقلون بالجملة، خلي الناس كله يعرف ويشوف. ثوار الحبوبي تقمع من قبل القوات القمعية الميليشياوية باتفاق الكاظمي الفاسد مع قوات الميليشيات حتى ينهون ثورة تشرين. نهيت الساحات بس ثورة تشرين تنتهي؟ لا، مستحيل تنتهي اللي بيها 850 شهيد، مستحيل. هسه هم يطلع مصطفى الكاظمي في مؤتمر صحفي يقول شكلنا لجنة، ويطلع لك متحدث باسمه يقول لك مسكنا الخيوط بعمليات الاغتيال، وظلت هاي الخيوط تجر على العراقيين صار لها أشهر وما شافوا منها أي نتيجة، بس يروح يعز الناس إن كان بمقتل الباحث هشام الهاشمي أو الفرحاتية اللي صارت هالمجزرة بحق الناس الأبرياء على يد ميليشيا العصائب، لكن النتيجة ماكو. هم متفقين بيناتهم، وهم كلهم أصلا يعني الشخصيات الحاكمة في العراق هذه حقيقة، يعني ما تحتاج إلى أي نقاش. هم بالأصل أفكار ميليشياوية، هم ميليشيات وما زالوا ميليشيات. يعني هو حتى من يصير وزير داخلية ما يقدر يطلع من الميليشيا مالته، يبقى بالميليشيا. من يستلم نائب يبقى ميليشياوي، ما يقدر يطلع من هذه العباءة. تأسس على هذا الفكر اللي كانوا في إيران واللي كانوا في سوريا واللي كانوا في أماكن أخرى. أكو اتصال؟ نعم، أبو طيبة من البصرة، تفضل أبو طيبة. نعم معك أستاذ. تفضل عيني. تحية إليك وإلى. حياك الله. يا هلا بيك. السلام. يا هلا بيك. يا اليوم يدين ونستنكر العمل الجبان الذي قامت به بعض الميليشيات المرتزقة باغتيال الناشط والسائر صلاح العراقي. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على خشيتهم وجبنهم. وهذا العمل الجبان هو ثورهم التي أرتدوه منذ استلامهم السلطة. وبذلك نحمل المسؤولية الكاملة إلى ما يسمى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لكون المسؤول المباشر والسباق المباشر مع الميليشيات. وبأمر من عنده قامت هذه الزمرة بالقدر والاغتيال لهذا الناشط البطل السائر. ونحن اليوم متظاهرين وثوريين ما يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة بالاستمرار في هذه الثورة حتى تحقيق مطالبنا والقضاء على الفساد والفاسدين. اليوم بالنسبة إلى هؤلاء الميليشيات والأحزاب هي التي ترتدي ثوب الاغتيالات ضد الناشطين والسائرين العراقيين. هؤلاء ارتباطهم المباشر مع دول الجوار وخصوصا مع ايران وبعض الفصائل المرتزقه التي اتت لتدمير البلد والمواطن والوطن باكمله. على الشعب العراقي وعلى السائرين أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي ويقومون بالاحتجاج والاستمرار بثورتهم ضد هؤلاء الميليشيات المرتزقة. كذلك نحمل المسؤولية لبقية الأجهزة الأمنية وما هو عمله. اليوم القوات الأمنية لا تحمي المواطن العراقي بل تحمي الميليشيات والأحزاب، لأن أكثر القوات الأمنية مشتركة من قبل الميليشيات. والدليل عندما قيل الناشط والبطل السائر صلاح العراقي كان أمام أنظار هؤلاء القوات الأمنية، وعدة اغتيالات صارت أمام القوات الأمنية، ولكن لم يحرك ساكنا لأنهم اليوم يحمون المسؤول
المباشر على الفصائل التي يتم ارتباطهم ويأخذون الأمور من هؤلاء الدول وخصوصا ميليشيات الموالية لإيران. زين أبو طيبة، يعني من استلم مصطفى الكاظمي، تدري أنت من كان عادل عبد المهدي كان المتظاهرين العراقيين متواجدين بكثافة في ساحات التظاهر، وكانت تصير عمليات ضربهم مما كان يسموه هم الطرف الثالث، تمام؟ من استلم مصطفى الكاظمي ارتفعت عمليات الاغتيالات أمام أنظار القوات الأمنية دون إلقاء القبض على أي واحد، شو تفسره أنت؟ طبعا هو كان مدير مخابرات مصطفى الكاظمي، شو مفسره يعني؟ وما هو الطرف الثالث اليوم؟ الطرف الثالث عندما يخرج من القوات الأمنية ومن منتصف القوات الأمنية، يعني هل من المعقول لا يعرفون من الطرف الثالث؟ الطرف الثالث هو الميليشيات وبعض الموالين التي دخلوا في القوات الأمنية، يعني والتماس مباشر مع القوات الأمنية وبعلم القوات الأمنية. نحن في البصرة عندما استشهدت الثوار في ساحة البحرية كان الضرب يأتي بالرصاص الحي والغاز المشي للدموع من القوات الأمنية. أخي العزيز، القوات الأمنية اليوم مختلفة من الميليشيات. عندما أتى مصطفى الكاظمي بالاتفاق مع الميليشيات على الثورة التشرين العظيمة، هذا اتفاق بينه وبين الأحزاب. من يكون مصطفى الكاظمي؟ مصطفى الكاظمي أحد مرتزقة الأحزاب، والدليل عندما أتى ونزل إلى ساحات التظاهر ليقضي على ما سوف يفعله، وبالفعل فعل ما أرادوا الأحزاب. واليوم التمسك بمصطفى الكاظمي لأنه وجدوا هذا الشخص استطاع القضاء على، ولكن هيهات أن يكون له ذلك. لن ولن تنتهي ثورة تشرين إلا بالقضاء على هؤلاء الفاسدين. مصطفى الكاظمي أحد سمسرة ومرتزقة الأحزاب. إحنا لا 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 لا, لا, لا بعض الناس أو بعض النواب وبعض المدشوشين يقولون أتى من ساحة التظاهرات، لا لا، بعيد كل البعد عن ساحة التظاهرات. إجا مصطفى الكاظمي على أنه يقضي على ساحات التظاهر ساحات الاحتفاظ، ولكن نقول له هيهات هيهات أن تنتهي ثورة تشرين إلا بالقضاء عليكم وتحلكم بالشوارع. واليوم قريب إن شاء الله ينحلون بالشوارع ويتم النصب إلى ثوارنا الأبطال، والخزي والعار إلى كل من كانت هذه الحكومات المتعاقبة وخصوصا حكومة مصطفى الكاظمي. اليوم مع الأسف نجد اليوم الميليشيات تصول وتجول وأمام مصطفى الكاظمي وأمام القوات الأمنية، ولكن لا نرى من القوات الأمنية راجع لهؤلاء. والدليل أنه اليوم مثل ما قلت لك مشتركة القوات الأمنية وتأتمر بأمر الأحزاب، وكذلك مصطفى الكاظمي اليوم بصورة وشرشوبة. مصطفى الكاظمي كل شيء ما يجيزه يسوي. مصطفى الكاظمي مجرد دمية روح منا تعال منا. مصطفى الكاظمي اليوم وحسابه سوف يكون عسير، لأنه الاغتيالات تتم بعلمه وبعلم القوات الأمنية وحتى بعلم المجتمع الدولي. يا أخي اليوم احنا لا يتصورون انه ثورة تشرين تنتهي بهذه الطريقة. ما يزيدنا الا اصرار وتصميم على المضي في هذه الثورة العظيمة، ونحذر هؤلاء المرتزقة على ان يكونوا حذرين من قبل هذه الثورة. أنا أشكرك. لا ولن تنتهي، سوف تعود وبقوة. أنا أشكرك أبو طيبة من البصرة، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي، وأنا ولي الدم. احنا اعتبرنا العزاء حزانة. اريدها منك والله، اريدها منك سيدي. معيزة بقى بحياتك، وشام اخوي ودم امي ان شاء الله، والقطرة سفر اللي بتكون. يقولون اغانيكم حزينة، يقولون اغانيكم حزينة، هو احنا يا عم ايش بدنا؟ الرحمن الرحيم، نحن جماهير مظاهرات البصرة نطالب بالإخراج عن المعتقلين عادل السكيني ومروان وأسقاط جميع التهم الكيدية بحقهم، وإلا فسيكون لنا رد قاسي على حكومة البصرة. عاش العراق! عاش العراق! أهلا بكم من جديد. كذلك تجددت اليوم الثاني على التوالي اعتداءات القوات الأمنية على المتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذيقار. مصادر صحفية أفادت بأن تعزيزات عسكرية وصلت لدعم القوات الأمنية التي منعت المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحبوب، بينما أشعل المتظاهرون النار في الإطارات بشارع النيل المؤدي إلى الساحة، وأشارت إلى تزايد أعداد المتظاهرين بصورة مستمرة وسط حال من الكر والفر مع القوات الأمنية. تأتي تلك التطورات بعد قرار السلطات فض الاعتصام وفتح ساحة الحبوب أمام الحركة المرورية. خلونا نشوف مقطع لاعتداء القوات الحكومية على أحد المتظاهرين، متظاهري ساحة الحبوب في مدينة الناصرية. نشوف المقطع ونرجع لكم. كظوم منا خطيب شوف حتى هالمحلة. يعني كل هاي القوات العرمرم على هذا الشاب ده يضربون به، ما كان لزمته واحد، الزم واحد ممن يقومون بعمليات الاغتيال، ما تقدرون. نعم، معنا اتصال. صباح من بغداد، تفضل. صباح. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لمصطفى الكاظمي، طبعا دوره معروف، هو اولا يعني مو ذاك الشخصيه السياسيه المعروفه، فاللي جابوه الكتل السياسيه وقاده الكتل السياسيه لظرف معين، وهو كان بظرف وقت الشارع العراقي محتقن وبالذات جنوب العراق ان اسقاط الحكومه، فجابوه مصطفى الكاظمي. كان المتظاهرين يعني يتاملون به خير، لكن أوراق انكشفت كلها وعرفنا أن جزء من عملية سياسية، وطلع قيس الخزعلي مثل من حكى يقول هو المفروض رئيس الوزراء، إذا تصير مشكلة لا تدخل نفسك تجنبها، وإحنا جبناك أنت مو منتخب، يعني حكاها علني قيس الخزعلي، إحنا جبناك أنت مو منتخب من الشارع العراقي، وإذا صارت مشاكل لا تتدخل بيها. فمصطفى الكاظمي جابت الكتل الشيعية، الأحزاب الشيعية جابت المرحلة هي إيصال الحكومة إلى الانتخابات القادمة، كل همهم هي الانتخابات الجاية، وحتى قمع المتظاهرين والتصعيد بقمعهم من قبل أجهزة الدولة القمعية، يريدون الساحات والحبوبي والناصرية والبصرة وكل جنوب العراق وبغداد اطفاء هذه شرارة الثورة في سبيل تصير الانتخابات، لأن يعرفون بقى ساحة الحبوبي والبصرة والشجعان بالمتظاهرين ما راح يصير مراكز انتخابية، فهم راح يضغطون على الشارع العراقي ويقمعون مثل ما المالكي سابقا
قال فقاعة هاي المحافظات السنية الستة وأبادها بالكامل كانوا طالعين المتظاهرين في المناطق السنية على 13 مطلب، وكانت الحكومة قادرة على تنفيذ هذه المطالب وكلها شرعية. الآن هن بالجنوب نفس الحالة هم جاي يطلبون مطالب شرعية، لكن الحكومة ما تقدر توفرها لأن ما مسموح لهم. أولا ما عندهم القدرة المالية أن يبنون ويعمرون ويهيئون خدمات وغيرها، لأن إيران ما تسمح لهم وهم ما عندهم أموال، فلازم يقمعون المتظاهرين. فعلى المتظاهرين أخذ الحيطة والحذر بالفترة القادمة لحين الانتخابات. هم يريدون انتخابات تصير، مصطفى الكاظمي خلوه بهالفترة هاي يوصلهم للانتخابات القادمة، ولو مصطفى الكاظمي صح وطني ويمتلك ذرة من الشرف كان هذول اللي أهل الكواتم والاغتيالات والرمي بالرصاص الحي. هو قائد عام للقوات المسلحة وباستطاعته تشكيل مجالس حقيقية مو مزيفة مثل كل مرة، ويروح على أهالي اللي اغتالوهم اغتالهم ولدهم، ودم ابنكم برقبتي ودم ابنكم مدروين، وكل كذب وتسويف وما لزم أي زمرة من الميليشيات الحشد، يعني لأن هو جزء من عندهم، شلون يقدر يتعدى على سرايا السلام أو العصائب أو حزب الله أو بدر؟ هم ذول الرئيسيين بالاغتيالات. وكل شارع العراق الآن اكتشف أن مصطفى الكاظم جاي يستر على الميليشيات الولائية إلى إيران، يعني ما عنده القدرة ولا يقدر يصدر أمر قبضه. صارت مع جماعة الكاتيوشا حزب الله واعتقلهم اليوم وثاني يوم اعتذر منهم وطلعوهم، ومن طلعوهم خلهم صورة الرئيس الوزراء خلّم صورته بالأرض وداسم عليها بقنابرهم عفون. ليش؟ لأن هذولي زين أخي صباح ماشي، هم يريد يصفون ثورة تشرين ويقتلون كل الناشطين، وجدت الانتخابات ورجعت نفس الوجوه على الساحة السياسية بالعراق، وإحنا دنمر بأزمة اقتصادية. اليوم الفورن بوليسي تقول لك الأزمة الاقتصادية سوف تؤدي إلى نهاية العملية السياسية في العراق، تمام؟ ايش راح يسوون؟ ايش راح يقدر يسوي؟ يعني هو شنو الامل اللي عنده وشنو الامكانيات اللي عنده اذا صارت انتخابات؟ حكمها بالحديد والنار، 6 اشهر سنه، صار له 17 سنه وداخلين على 18، لا سووا شوارع ولا وظائف. زين ماشي، سكت الشعب هذه السنوات، بعد النوب فتره من الضيم والجوع والالم، هم راح يسكتون لهم 40 مليون؟ شو يتوقعون هم؟ يعني هم جايين راح يخلدون على الكره الارضيه، راح يعني شنو مكتوب لهم؟ يعني ما راح يخلدون يا اخي. كسياسيين اللي يحكمون البلد وبالذات حزب الدعوه الحاكم، لان هو الحاكم بيده رئاسه الوزراء من 2003-2004 ولحد الان، كل مناصب رئيس الوزراء اللي هو يعتبر يعني راس الحيه، اللي هو مسؤول على كل الفساد اللي صار والتبذير في الأموال والميزانيات، ولا بنية تحتية ولا مشاريع. رئيس الوزراء هو، وهو المسؤول على كل الجرائم اللي صارت، لأن قائد عام القوات المسلحة. فحزب الدعوة يعني عنده مشروع، مشروعه هو تدمير العراق، وجاي يدمرون بالعراق، وهسه راح يصلون للهاوية بهذا حكمهم. بهذا حكمهم راح يوصلون العراق للهاوية. العراق مديون وماكو مشاريع وماكو طاقة عندنا وماكو صناعة وماكو تجارة وماكو أي شيء عندنا، يعني إلى متى يظل الوضع على ما هو عليه؟ يعني لازم يصل مرحلة بعد الناس تنفجر، والناس هسه جاي تنفجر، ما تتحمل هذول الوجوه الكالحة نفسهم، الأحزاب نفسهم من 2004 لحد الآن يحكمون، رئيس وزراء يغير يروح يصير وزير مالية، يعني هيك بيناتهم يغيرون المناصب، أما يعني يخدمون العراق مرحلة للأمام ماكو، بالعكس يعني نرجع مئات السنين اللي ورا. يعني الناس هسه جاعت لا خدمات لا أمان لا كرامة لا بلد لا عراق، كل شيء ما خلهم بيه. فهذا مشروع إيراني جاي يمشون عليه حزب الدعوة، ومنو لفلفهم وياهم كلهم يريد يدمرون العراق. فالعالم هسه احنا الحمد لله والشكر كسنة وشيعة والأكراد، احنا عراقيين اكتشفنا ان كل دول اللي كانوا خطوط حمر ويسمون فسهم خطوط حمر طلعوا ناس حرامية عصابات مجرمين قتلة، ما يهمهم الدم السني أو الدم الشيعي أو الدم الكردي، يقتلون بالمجتمع، يعني ما يهمهم أحد، يريدون يبقون بس بالمناصب وشي بيعون من نفط يأخذونه. وهاي الميزانيات مالت 3 سنوات و4 راحت، ما حد يعرف شنو الموضوع مالتها، لا أكو وزير يحاسبهم، لا أكو رئيس وزراء يحاسبهم، رئيس الجمهورية ما حد يعرفه جاي يسوي شنو، قراراتك شنو، أنت تأثيرك على البلد كل ما إلى أي دور، الدور بيد من، إحنا نعرف الدور بيد الحشد،
والسلطة العليا هي الحشد، وكل شيء بيد الحشد، منافذ، مكاتب استثمارية، القتل، الاعتقال، كل شيء بيد الحشد. فدولة احنا ما عدنا. فالناس بزعت وملت. العالم هسه العراقي اللي يقول أنا عراقي وشريف وعندي غيرة، من أنا وانت طالع؟ المفروض الانتخابات الجاية لو ننتخب ناس شرفاء يمثلون، أو ماكو انتخاب، ماكو انتخاب إذا نفسهم هم يطلعون نفسهم الكرابلة والحلبوسي وغيره. التزوير 18% نسبة المشاركة ويا التزوير 18% اللي الانتخابات السابقة. هاي الانتخابات احنا نتوقعها 0%. ليش الناس جاي تنقتل؟ دماء شهداء هسه بالحبوبي وبكربلة ونجف وبغداد، واليوم اخونا بغداد الجديدة، يعني اكو واحد ينتخب على دماء شهداء؟ يعني شلون يصير؟ شلون يقبلوها المرجعية؟ شلون تقبل مرجعية بالنجف جاي تحكي بالجمعة؟ ما حد يعرف جاي تحكون بالجمعة للناس تقشمرون بينا؟ يعني ما تقولون انتو الفاسد، من التحاسب من الفاسدين؟ الوزراء او رئيس وزراء او غيرها كلهم حرامية، ما حد يتحاسب. ناس حاطة ايد بحلقها بيد الله، بحلق الله، ما حد يقدر يكشف اوراق الثاني. ناس لازم على ناس، والعراق ضاع، ضاع بسببهم، ضاع بسببهم. فاحنا لو ننتخب، وانتخاب أنا أجي وياي 0% هالمرة، لو انتخب شخص جديد شريف يمثل المحافظة، أو بدون انتخاب خليها يشتعلق على رؤوسهم وخليهم راح ينهزمون. من ما يلقون فلوس وما يلقون واردات وما يلقون ميزانيات بعد ما يبقون؟ يبقى لهم بس المشروع الإيراني، والمشروع الإيراني إن شاء الله انتهى، لأن أخوتنا الشيعة كشفهم أن الإيرانيين جاي يخربون بالبلد، وما راي ما يريدون ينبني لا بزراعة لا بصناعة لا بتجارة، حتى التعليم دمروه في سبيل يدمرون العراق بالكامل، من احتلال أمريكي ومن احتلال إيراني. فأني أشكرك أخي صباح من بغداد، كان معنا اتصال من الموصل أبو عثمان. تفضل أبو عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو أسمعك عيني، تفضل أستاذي العزيز. يا هلا بيك، حياك الله. معك أبو عثمان من الموصل. يا هلا بيك، تفضل. بس أنا أتش على مود يعني الاعتقالات هذه. نعم. والشيء راح يصير، يعني إحنا أهل الموصل انظلمنا بهاي الشغلة. نعم. يعني أنا عندي أخي أخوي مسجون صار له 3 سنين. يعني بريء من داعش، لا شارب ولا ماشي مثل ما يقول العربي. نعم. ألو أسمعك أخي، أسمعك. ألو أسمعك. إيه، فعاد يعني دورنا له سنتين، إحنا ندور له تاني، ما يعني أخاص شيء طلع بالناصرية محكوم مؤبد. ألو صار له كم سنة أخي؟ صار له 3 سنين هو مسجون. نعم. إيه والله، وبري من داعش، الدنيا كلها تعرفوا، يعني خذوه من البيت، ماكو فترة سنة ما نعرف على شيء. آخر شيء يعني طلع بالناصرية ومحكوم بالبداية التحرير يعني. نعم. وشايت المخبر السري يعني من رجعته تم اعتقاله؟ من رجعته بعد استعالة الموصل تم اعتقاله؟ لو شو كنت؟ لا، تحررنا ده نقول. تمام. تهجرنا يعني على الجانب الأيسر. نعم. ومن غادي جو يعني اعتقالات واعتقلوا وياهم. ثم الداعش. ايش قد عمره اخوك؟ والله مولد 81. نعم. اي والله 6 اطفال عنده. حكم القاضي مؤبد ها؟ الدنيا كلها تعرفون. اي والله مؤبد يعني، ولا ما شرح حتى المختار. يعني المختار مصدم وقت شاف الحكم ماله. يعني لا مسح ميزان، لا شغلات، كل هاي ما جرت عليه. نسأل الله أن يفرج عن الأبرياء. أبو عثمان من الموصل كان معنا. خلونا نتحدث عن الوضع الاقتصادي اللي هم اليوم دي يقتلون بالناس ويقمعون الناس اللي خرجت، وكان من أحد الأسباب اللي دفعت ثوار تشرين والمتظاهرين هي الوضع الاقتصادي في البلد. يعني اليوم عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي السعداوي قال بأن البنك المركزي العراقي قد يشهر إفلاسه في النصف الأول من العام المقبل في حال استمرار التخبط في سياساته. أوضح السعداوي بأن هناك تخبطا كبيرا في سياسة البنك المركزي المالية لا سيما في الآونة الأخيرة، وأقر بوجود إرباك وتلاعب في مزاد بيع العملة الأجنبية بعد تحديد مصارف وشركات للصيرفة بعينها تحتكر المزاد على حساب
الشركات والمصارف الأخرى، وأكد سيطرة أحد الأحزاب السياسية الحاكمة على مزاد بيع العملة. يعني بس البارحة بيع العملة كان الأرباح ما تقارب 25 مليار دينار عراقي، 25 مليار دينار عراقي. هاي ما راحت بجيب الدولة، لا، هاي راحت بجيب الفاسدين، بجيب المسيطرين على بيع العملة. هذا أحد أوجه الفساد وأحد أوجه ضياع أموال العراق اللي طبعا تروح إلى إيران، وهذا مو كلام إعلام وسوالف وتصفيط، لا، هذا بالوثائق. اللجنة المالية النيابية كشفت عن قيام الحكومة الحالية بطبع عشرات التريليونات من العملة العراقية بشكل سري. ليش تطبعون بشكل سري وليش هذا العدد الكبير؟ عضو اللجنة قال بأن هناك، من هو عضو اللجنة الاسم جمال كوجر، قال بأن الحكومة قامت بطبع العملة سرا لتسديد رواتب الموظفين وتغطية النفقات، واعتبر بأن طبع العملة سيشكل خطرا كبيرا على قيمة الدينار العراقي. وهذا اللي شفناه البارحة بتصريف الدولار، ارتفع إلى 130 إلى أكثر من 130. وأوضح كوجر بأن البرلمان أقر قانون الاقتراض الذي قدمته الحكومة، وأمنت أو تم تأمين معظم القروض بالسندات مالية من البنك المركزي، لكن احتياط البنك لم ينخفض، ما يعني أن الحكومة طبعت العملة سرا. كذلك وزير التخطيط في الحكومة الحالية خالد بتال كشف عن عدم إدراج موازنة 2021 على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، ووصف بتال موازنة العام المقبل بالمريضة، وأوضح أن سعر النفط حدد ب 42 دولار فيما بلغت رواتب الموظفين ومخصصاتهم 50 تريليون دينار. أضاف بتال بأن وزير المالية أبلغه بإرسال موازنة العام المقبل إلى مجلس الوزراء، ورجح الانتهاء من مناقشتها خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما تم الاتفاق مع البنك الدولي بشأن الجانب الاستثماري في الموازنة. معنا اتصال لؤي من بغداد، تفضل لؤي. لؤي تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك، كيفك عيني؟ كيفك؟ يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك، تفضل عيني. يعني احنا هنا عايشين مهجرين، نعم، يعني ما حد مطحاننا. احنا خرجنا من العراق 2004 لحد الان ما حد مطحاننا. مين مهجرين اخي لوي؟ مهجرين خارج الدول، دولة من يا منطقة؟ مهجرين، اقول لك مهجرين من بغداد هجرنا وعشنا غير دولة، ما حد مبحاننا أصلا، ولا حد يقول لنا السلام عليكم، ذكرونا أهلنا، ذكرونا يعني. نعم يعني فين؟ نعم أخي اسمعني. أسمعك أخي، استمر. نعم أخي لؤي تفضل. يعني أنا نعم تفضل كمل كلامك. إيه يعني مش لا الدولة بحالنا ولا أحد بحالنا ولا أحد يسأل علينا، إحنا هجرنا من العراقيين، إحنا الأصل من بغداد، والأصل هي عناس هجرت. من اللي هجركم أخي لؤي؟ أخي لؤي من اللي هجركم؟ يعني ما حد يذكرنا. نعم من اللي هجركم؟ الوضع العراق ما مستقل، الوضع العراق ما مستقل، هلا بنشوف الاخبار، الوضع العراق ما مستقل، الوضع العراق ان احنا نرجع كلنا من العراق ونرجع للسيف بالعراق، ما نقدر نشوف هاي الاخبار، ما نقدر نرجع للعراق. ها انت حاليا خارج العراق؟ حاليا خارج العراق انت؟ خارج العراق. نعم نعم ايه خارج بسبب العراق. الاوضاع بالعراق 2004 يعني هاجرت خارج العراق. الاوضاع يعني فرقنا تعبانه، بدنا نشوف الاخبار تعبانه، بدنا نشوف طلعنا عن العراق ان شاء الله يصير منيح، ما 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 تطمن على العراق بيصير منيح، لاسوء الاسوء. نعم يعني بدنا نشوف الاخبار يوميا، الوضع مأساة مأساة بنشوفها، والله نبكي على العراق، احنا دمنا عراقي، نبكي على العراق من نشوف هذا الوضع، العراق العاجيز، العالم العاجيز. نعم حياة صعبة، الله يحفظكم إن شاء الله.
وأنا أشكرك لؤي من بغداد كان معنا. اللجنة القانونية النيابية قالت بأن عدم تقديم الحسابات الختامية للوزارات الحكومية يمثل فسادا معلنا. خلونا نقرأ بعض تغريدات تحت وسم الشهيد صلاح العراقي. محمد الكبيسي قال: وصلتني معلومة مؤكدة بأن صلاح قتل بسبع رصاصات من قبل شخصين، أحدهما يرمي والثاني يصور. الحادثة وسط بغداد الجديدة، والغريب بأن الأشخاص يقول بدون لثام، والشرطة الاتحادية على مقربة من الحادث، وأن المنفذين مروا من أمامهم بعد الحادث سيرا على الأقدام، واكتفت القوات الأمنية بالتفرج. بس قادرين على المتظاهر المسكين القوات الأمنية مع الأسف. ولا إلى العراق كما قال: ذنبك أنك عشت حر، وثمن الحرية في بلادنا هي الموت. الشهيد صلاح العراقي أحدهم نشر وصية، أو كما قال بأنها وصية صلاح العراقي، جاء فيها: الله يحفظكم دعواتكم إن، لأن إحنا حسبونا صرنا أموات، لكن أريد صوتكم يبقى عالي على الظالمين، الله يرحمه ويعوض الجنة. تغريدة أخرى يقول فيها أسعد الناصري قال: البطل صلاح العراقي يمضي شهيدا على أيدي الجبناء أعداء الوطن، ليلتحق بقائمة أشرف وأنبل الناس الذين لم يبخلوا بشيء أمام العراق ومحاولة انتشار شعبه من الظلم والفساد الذي مارسته أحزاب السلطة وميليشياتها الدموية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.